شباب في شيء جايز. يقول لك المشكلة في عصر الكري طالب بالمستجدات، المشكلة الكبرى انك يبدو في نفس الوقت في عصر وهاك الموضة والجديد، فاخر الصراعات تتغير ولا ابقى في مانع عليه. كيف تبيني المس ثوب؟ ما هو أنا نواف، أنا توي مت، هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. هاي شهد. ها حبيبي، احنا اتفقنا نخرج ذاك المكان، صاحبتك جات كنسلت، فأنا ما أدري إيش حيرفني. صح؟ نواف يلا الصلاة. أها أيوة طيب نواف يلا الصلاة. طيب طيب يا أمي طيب. الله أكبر. المهم يا بنتي تركت تقلك شايف إيه؟ راحت راحت. طيب طب قولي لي أنت شو أبصر بين؟ طب يلا في السريع متى حنطلع؟ بسرعة. ها الصباح فين الجاي؟ مرة تمام مرة تمام. أنا بدري، أنا توي مت، هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. الله أكبر. الصلاة. يا عم روح. إيش التمسيكة دي يا شيخ؟ هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي. ايوه تعال انا شريف وهي هتعمل معايا، يبقى هتعمل عمل شريف. الدوران حول شجرة اليابسة حيث كان بيكيت أتى إلى برشلونة الإسباني بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. الدنيا غالي. أهلا وسهلا. سلم معايا يا بنتي. يلا الصلاة. يا بنتي الصلاة. ما علي صلاة. Ha ha ha.